يعني. بس خلينا ناخد يعني لمحه، ادينا لمحه سريعه عن الصحف العالميه اتكلمت فيه. فمثلا في يورو سبورت العنوان كان كالاتي: Egypt come from behind to beat Morocco and book Africa Cup of Nations semi-final spot. يعني مصر بتعود لتتغلب على المغرب وبتحجز مقعدها في نصف نهائي كاس أمم أفريقيا. من ميرور برضو العنوان بيتكلم أن محمد صلاح بيقود مصر إلى نصف نهائي كاس الأمم الأفريقية بهدف وتمريرة حاسمة ضد المغرب. عندنا برضو يا كريم من جاردين، لا قبل الجاردين في كيكر بيتكلم برضو المانشيت بنفس تقريبا السياق، يعني مصر بفضل صلاح في نصف النهائي ودراما حول حارس المرمى البديل. عندك بقى في جاردين محمد صلاح بيصنع الفارق في انتصار مصر على المغرب، وغيره وغيره. احنا بندي حضراتكم بس يعني يمكن لمحه صغيره عن اللي دار او عن اللي اتكتب عن محمد صلاح كمان تحديدا، مش بس عن المباراه بالامس، لا كانت حاجه جميله. بص هو تالق رغم بقى الانتقادات، ورغم عارف دايما كده لازم يطلع كلام ملوش لازمه، بس الرد انا بحب دايما الكلمه دي، الرد على الارض. اللي عايز يعمل اي حاجه يعملها، اللي عايز يقول اي حاجه يقولها، يعني مفيش اي مشكله، ردنا دايما بيكون على الارض. فده اللي منتخب مصر عمله، وده برضو الاهلي بصراحه بيعمله لو هنرجع بقى للاهلي، فيعني حاجه مش جديده علينا.